سوح الجهاد والمقاومة باسمي وباسم جميع النشطاء المطاردين من قبل نظام آل خليفة بأننا لن نتراجع خطوة واحدة عن التمسك بإسقاط هذا النظام المجرم الجاثم على صدورنا. وبصفتي أحد المطاردين من قبل النظام فإني أشعر كما يشعر بقية المطاردين بأمان أكثر هنا عندما نرابط سوح الجهاد والمقاومة لتكاتفنا جميعا يدا بيد ونحث كافة جماهير الثورة لاحتضان المطلوبين معنويا وماديا ومواصلة النضال معنا حتى إسقاط هذا النظام.